بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، إدارة الملصقات العسكرية هي إحدى الإدارات التابعة لهيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة. تمثل إدارة الملصقات العسكرية منظومة الثقافة العسكرية لرفع روح الولاء والالتزام والانضباط داخل وحدات وتشكيلات القوات المسلحة، بالإضافة إلى رفع الروح المعنوية للمقاتلين داخل القوات المسلحة. مشاهدينا الكرام، كل التفاصيل عن إدارة الملصقات العسكرية في حلقتنا النهاردة من درع الوطن. مشاهدينا الكرام، من داخل إدارة الملصقات العسكرية يسعدني أن يكون معنا اليوم السيد اللواء أحمد محمد علي، مدير إدارة الملصقات العسكرية. أهلا بك يا فندم وتحياتي. أهلا بحضرتك. سيد اللواء أحمد، بداية عاوزين نعرف السادة المشاهدين بنشأة إدارة الملصقات العسكرية. بسم الله الرحمن الرحيم. يسعدنا وشرفنا فريق العمل الموجود من القناة. أشكرك فندم. الملصقات العسكرية هي منظومة للثقافة العسكرية لتعميق الانضباط والالتزام داخل وجدان المقاتلين ورفع الروح المعنوية. فهي الفن اللي بيؤثر على الحواس والعقل ويدخل السرور على السمع ويملأ القلب بالخير والسلام. فالموسيقى لغة عالمية تتعامل بها شعوب العالم جميعا. فالكلمة المنطوقة أو المكتوبة بيبقى ليها دلالة ومفهوم للعقل. بينما على العكس فالعبارات والجمل الموسيقية بتحرك المشاعر مباشرة، فهي بتخاطب الإحساس والوجدان. كلام جميل يا فندم، ويعني حاجة بتؤدي إلى روح ورفع الروح المعنوية لدى المقاتلين داخل القوات المسلحة. كلمة ستك عن نشأة وبدايات الملصقات العسكرية. الملصقات العسكرية استخدمها القدماء المصريين، وتحديدا في القرن الخمستاشر قبل الميلاد في عصر الملك تحتمس الثالث، الذي أدخل الملصقات من أجل شحذ الهمم للجنود أثناء القتال. وقديما استخدمت آلة البوق والطبول في الملصقات العسكرية للإنذار عن قدوم أي عدائيات. وبعد ذلك تم إنشاء الملصقات العسكرية ضمن أسلحة الجيش المصري الحديث في عهد محمد علي باشا سنة 1838، وسميت في ذلك الوقت باسم مدرسة الطبول والنفخيات والأصوات. وكان في الإنشاء في هذا التوقيت كانت عبارة عن ثلاث مدارس في القاهرة والخنكة والنخيلة بأسيوط. ومرورا بمراحل عدة تطورت إدارة الملصقات العسكرية تطورا بالغا إلى أن وصلت إلى شكلها الحالي بمستوى فني عالي، أو مزودة بأحدث الآلات الموسيقية للعمل بالأفرع الرئيسية والجيوش والمناطق والكليات والمعاهد والقواعد العسكرية. تم إضافة مدرسة الموسيقات على أحدث مستوى تناظر مثيلاتها في الدول الأجنبية، ومستودع ورشة الآلات الموسيقية لزيادة في التخصص بالنسبة لها. سيد اللواء أحمد، دايما كتير من المواطنين العاديين يقول لك دور الموسيقات العسكرية بيقتصر على النشيد الوطني أو السلام الجمهوري. عاوزين نعرف أهم أدوار ومهام إدارة الملصقات العسكرية. إدارة الملصقات العسكرية هي إحدى الإدارات الفنية التابعة لهيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة، وهي الإدارة المسؤولة عن جميع الفرق الموسيقية بالقوات المسلحة من الناحية الفنية والتدريبية والإدارية. تقوم إدارة الملصقات العسكرية بالمشاركة في جميع المناسبات والاحتفالات القومية والوطنية، مثل احتفالات نصر أكتوبر العظيم 73، واحتفالات أعياد تحرير سيناء ويوم الشهيد، واحتفالات تخرج الطلبة والمعاهد العسكرية، وحفلات التخرج عامة إذا كانت معاهد ضباط الصف أو المعاهد الصحية للإناث والذكور. وبتعتبر الملصقات العسكرية هي ميزان الانضباط لجميع العروض الفقرات وطوابير العرض العسكرية. ما يميز الملصقات العسكرية إن إحنا ممكن نشارك في حدود 1000 عازف تقريبا في احتفالات الكليات العسكرية، وده يعتبر عدد كبير جدا كقيادة وأداء آلة موسيقية. سيد اللواء أحمد، أكيد فرض الملصقات العسكرية ليه سمات وصفات خاصة. كيفية اختيار وانتقاء طالب الملصقات العسكرية؟ طالب الملصقات العسكرية زيه زي بقية الطلبة المتقدمين للتطوع بيتم الإعلان للتطوع بواسطة هيئة تنظيم وإدارة، بيتم دفعهم لفرع الانتقاء والتوجيه، بتشكل لجنة متخصصة لانتقاء الشبان دول لصالح إدارة الملصقات العسكرية، وبنحط بعض الشروط التفضيلية علاوة على الشروط بتاع التطوع العادية، إن الولد ده يكون عنده استعداد لسماع الموسيقى أو لاستيعاب الموسيقى، أن يكون حد السمع وذلك بقياس قدرته السمعية بجهاز قياس السمع، أن يكون الطول بتاعه لا يقل عن 170 سنتي، أن تكون الشفاه والأسنان سليمة والأصابع مرنة لسهولة العزف على الآلات الموسيقية المختلفة، أن يجتاز اختبار سيشور، وهذا اختبار معمول به في جميع الكليات والمعاهد الموسيقية لقياس قدرة الفرد على مدى استيعابه لتعلم الموسيقى. وهو عبارة عن 6 أقسام، كل قسم فيه 10 أسئلة
بإجمالي 60 درجة بتقيس قدرة الفرد في تمييز الأصوات وتذكر الإيقاعات. بعد كده لما الناس دي اللي احنا بناخدها كاختيار مبدئي لمجموعة، اختبار ده بيتم في فرع الانتاق والتوجيه، الشبان دول بنضمهم على مدرسة الموسيقات عشان نزود عليهم الاختبار، باختبار فني أدق مع قبل الالتحاق، قبل قبولهم يعني قبل الالتحاق. تمام. بيستخدم فيه البيانو وآلات الإيقاع للتأكد على قدرتهم على الالتحاق بالموسيقات العسكرية. كويس. ده الاختبار الثاني. اللي بينجح فيه بنبعت البيانات دي لهيئة تنظيم وإدارة، اللي بينجح منهم كمسيرة اختبارات تطوع بالكامل بعد ما يجتاز الاختبارات بتاع التطوع إجمالي بيطلع يتحول على معهد ضباط صف المعلمين، بياخد فترة تدريب أساسي اللي هو بيتعلم فيها العسكرية، بعد كده بناخده في مدرسة المسقط لمدة 3 أعوام. ده بقى التأهيل وتدريبه. ده التأهيل والتدريب كده. هو الراجل ده عنده الاستعداد لتعلم الموسيقى، خلاص بقى فرد مع يعني بقى فرد عسكري قوات مسلحة. بنبدأ نعلمه بعض القواعد طبقا للمناهج بتاعتنا، نديله التدريب على السمعيات والسولفيج والهارموني والأداء الآلي. مدة الدراسة في المدرسة ست لو احمد كام؟ في المدرسة بيبقى في جزء في معهد ضباط صف 6 أشهر، وفي المدرسة بياخده 2.5 سنين تدريب عليها. ست لو احمد، يعني التعاون اللي بين إدارة الموسيقات العسكرية ومعهد الموسيقى العربية ودار الأوبرا المصرية والجامعات المصرية المتخصصة في مجال الموسيقى والغناء، يعني هو الموضوع ده بالنسبة لنا احنا موضوع متشابك، احنا طرف أو جزء من منظومة الموسيقات على مستوى الدولة. احنا بنستعين بضباط خريجي تربية موسيقية من الجامعات المصرية، بضباط متخصصين طبقا للشروط بتاعتهم. تمام. بالنسبة لضباط الصف عندنا المتميزين واللي مستواهم كويس، بنصدم من أكاديمية الفنون سنويا ب20 عازف بيروح يتدربوا بين الكونسرفتوار أو معهد الموسيقى العربية عشان نرفع مستوى الأفراد اللي عندنا وليهم درجات متميزة. وكان حاضر معنا الدكتور أشرف زكي السنة اللي فاتت في حفلة التخرج للأكاديمية، 20 عازف بيبقى مستواهم راقي جدا، وهم دول بيبقوا الكوادر بتاعتنا اللي بتعلم الناشئين أو الشبان حديث التخرج. يعني سيادتك بتستفيد أو يعني بتستعين بالمدربين الخارجيين من أكاديمية الفنون، مش كده؟ بستعين بيهم، وعندي منهم 10 خبراء محليين بيدرسوا للطلبة جوه مدرسة الموسيقات العسكرية. هل في دورات تدريبية خارجية مثلا ست لو أحمد، أو في زيارات مع إدارات الموسيقات العسكرية في الدول الصديقة والشقيقة مثلا؟ هو بالفعل كان في زيارة لدولة الصين من 2 سنين، وكنا عاملين معهم في أسبوع الصداقة. الفريق الموسيقات السيمفونية العسكرية عندنا اشتغل مع الفرق الصيني وعمل شغل كويس جدا. مؤخرا كنا من 2 3 شهر كان في فريق جاي من فرنسا وشاركناه في أكثر من مكان داخل جمهورية مصر العربية عشان نزود الخبرات اللي بيننا وبينهم وبنرفع مستوى العازفين. ده برضه هيخليني يا ست احمد يعني اتكلم على مكانه اداره الموسيقات العسكريه والفرق اللي موجوده فيها للمنافسه في المهرجانات والمسابقات العالميه. هو احنا بفضل الله طبعا كانت في بطولات عالميه بتقام، ودي كانت في ايطاليا في برلي. دخلنا المسابقه دي 6 سنين متواليه من 1960 لسنه 1966، وكنا الحمد لله فرقه الموسيقات العسكريه حققت المركز الاول. تم التوقف نتيجة ظروف الحرب اللي كانت 1967. في 1977 دخلنا في مهرجان في يوغوسلافيا، وكان طبعا ده كان مهرجان مش مقيم بس قوبل بالتصفيق والإعجاب من الناس الراعية لأنه كان بيتلعب في أحد الصالات الرياضية. الحمد لله بعديها شاركنا في أدنبرا اسكتلندا عام 1995، وكان ربنا كرمنا في المهرجان في دولة ألمانيا أعوام 2002 و2004 و2006 و2008. استطاع فريقنا ان هو يهز مشاعر المشاهدين بانغامه وايقاعاته ويرسم الابتسامه والفرحه على وجوه الحاضرين. احنا طبعا كان اخر اشتراك لينا عربي كان مع ليبيا سنه 2009 الاحتفال بعيد القومي لليبيا. توقفت المشاركات لظروف الحرب، لظروف بتاعتنا في 2011 والظروف اللي مر بها البلاد. الحمد لله رجعنا شاركنا من 2017 تاني في المسابقات. احنا ربنا كرمنا في روسيا اشتغلنا في 2017 و2019، اشتغلنا في الصين برضو في 2017 2019، وكان الحمد لله رب العالمين ان احنا ربنا كرمنا وخدنا المركز الثاني في التصويت في 2019 في روسيا. احنا الاساس عندنا تنفيذ التزامات القيادة العامة داخل جمهورية مصر العربية. طيب بالنسبة لفندم للتعاون بين ادارة الموسيقات العسكرية واجهزة الدولة المختلفة وقطاع المدني، هل في تعاون بينك وبين اجهزة الدولة المختلفة في هذا الشأن؟ طبعا احنا مع دار الاوبرا تقريبا يعني لنا اكثر من حفلة كل سنة.
يمكن احنا شرفنا في اخر حفله السيده وزيره الثقافه كانت حاضره معانا في 2019 في افتتاح الدوره الرمضانيه، وكان اشادت بالمستوى وطلبت ان احنا نشارك ونكتر. واحنا حاليا فعلا السنه اللي فاتت شاركنا في شهر 9، وكان قبليها في شهر 3 اللي قبله مع دار الاوبرا المصريه. ده مجهود كبير جدا بتقوم به اداره الموسيقات العسكريه الست لواء احمد، والله يعني حاجه مشرفه وحاجه كان لازم المواطن يتعرف عليها اكتر شويه. ربنا ست لواء احمد، يعني تتمنى ايه لاداره الموسيقات العسكريه؟ الحمد لله رب العالمين، هو احنا في الوضع الحالي هو الافضل بالنسبه لنا بعد التعديلات اللي تمت وبعد تطوير التسليح والمعدات اللي اتصرفت الجديده. يمكن احنا ما نقلش عن في المشاركات العالميه بتاعتنا، الالات بتاعتنا من احدث الالات اللي موجوده، الالات اللي اقل يمكن عندنا ورشه على احدث مستوى هنزودها بشويه حاجات بسيطه. احنا ما يميز الموسيقات العسكريه ان في ناس بتقدر تكتب نوتة كويس، في ناس بتشتغل بتضاهي، لان الناس دي تعليم متوسط بيضاهي المستوى بتاع المؤهلات العليا. يمكن في الحفله اللي فاتت كانت الساده الدكاتره في اكاديميه الفنون كانوا بيثنوا على العازفين. تمام، حاجه مهمه جدا ست لواء احمد لازم نتكلم عليها. اتفضل. زي فرد الموسيقى العسكريه المصريه، هو زي الموسيقات العسكريه احنا اللي هو زي الفرعوني، يعني احنا عندنا الحمد لله اكتر من زي فرعوني. احنا بنتعاون مع اداره المهمات ان احنا بنختار الزي المناسب وبيتصنع داخل مصر بنشتغل بيه. كل زي او كل مناسبه ليها الزي المناسب بتاعها، احنا بنحافظ عليه وبنطوره عشان نقدر نحدث بالنسبه لنا. يمكن حضرتك جبت سيره الزي، احنا لما بنيجي نطلع مسابقه او مهرجان بالظبط بنعمل اعداد رقم واحد في المهمات بتاعتنا، الزي اللي هنشارك بيه شكله ايه، هل هو محتاج الزي بتاعنا التقليدي اللي هي البدله بتاعتنا بدله التشريفه، ولا محتاج الزي يبقى زي فرعوني او مملوكي او ايا كان نوع الزي. ده يميز الموسيقى العسكريه بالظبط. الجزء الثاني في الموسيقى نفسها كموسيقى، آه. احنا الحمد لله الدوله اللي بنروحها بنلعب الالحان بتاعتها، بنلعب الاغاني بتاعتها علاوه على الاغاني بتاعتنا، وده اللي بيدي روح للجمهور اللي بره. ست لواء احمد، احنا عندنا الحمد لله يعني مناسبات وطنيه كتيره هنا في مصر سواء على المستوى العسكري او المستوى الوطني. كيفية تعاون إدارة الموسيقات العسكرية مع جهات المجتمع المدني واختيار المقطوعات الموسيقية والأغاني الوطنية في هذا الشأن؟ هو طبعا احنا يمكن احنا ما أصرناش ان احنا عندنا لجنة للاستماع بتعمل تقييم لكل مناسبة وكل حدث، بتختار الأغاني بالنسبة له، بتتعرض على المستوى الأعلى بالنسبة لنا، بناخد الموافقات عليها لغاية لما يتصدى عليها من الوزارة. تمام. احنا بس يعني طبعا في نهاية الكلام وقبل ما نختم، انا بتوجه للشكر طبعا لرجال الموسيقات العسكريه السابقين اللي اصروا الموسيقات ببطولات وانجازات سابقه، والساده المديرين اللي هم كانوا على المستوى اللي وصلونا للمستوى اللي احنا فيه ده. تقول بقى لجميع الفرق النهارده ايه يا ست لواء احمد؟ لا هو ان شاء الله ما شاء الله اداء رائع وناس متميزه جدا وناس راقيه وناس بتؤدي اللي عليها وهم تحت شعار انضباط فن ابداع. حاجه جميله جدا، ده شعار اداره الموسيقات العسكريه، وانا بضم صوتي لصوت حضرتك وبشكرهم وبحييهم. واسمح لنا ناخد جوله داخل اداره الموسيقات ونشوف الفرق اللي موجوده. اتفضل، تشرفتوا.